مباراة ثنائية بين حسن شحاتة والشيخ سعدان، مباراة كل التفاصيل الممكنة، المباراة الرابعة من شهر 6. كثير على وشك كرة القدم لكن مطلوبة لمتتبعي كرة القدم. مصر أم الجزائر؟ الخفر أم الفراعنة؟ المصريين أم الجزائريين؟ مباراة ستنطلق في قادم اللحظات على إيقاعات من سنسهر الليلة بأين أطراف يا حضري هذا المساء؟ إيقاعات السمسمية المصرية أو على رقم الراي الجزائري؟ حطها في المرمى.